السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل حركة مع سكريبت. اقول له انيميشن وابدأ اختار عنصر من العناصر واقول له اضيف اللقطة، واللقطة دي عايز اضيف لها العنصر دوت. فهاجي هنا عند اللقطة ديت واقول له انا عايز اضيف current selection. طيب العنصر دوت هبدأ اقول له انا عايز اعمل له move، فاديله اول لقطة وبعد كده هبدأ احركه هنا وابدأ اقول له انا عايز move بالشكل دوت، واقول له ضيف لي اللقطه ديت. ممكن اخليها لوب واخليه لما يخلص يبدا من اول. طيب عايز اضيف له سكريبت، واقول له سكريبت هوت. تمام، السكريبت دوت اقدر اقول له نيو سكريبت. السكريبت ده انت عايزه ايه؟ ممكن اول ما يبدا، او نقول له بوقت مثلا ثانيتين، او نقول له دوس لي زرار، يعني زي ما انت عايز. تمام، طيب الزرار اللي انت عايزه خليه مثلا ام. تمام، يبقى اول ما تدوس حرف الام. طيب كي داون ولا كي بريس، يعني في اللحظه اللي بينزل فيها ولا في البريس ولا في الاب، الفرق يعني جزء من الثانيه. تمام، طيب بعد كده هاجي هنا اقول له بلاي، وبعد كده الانيميشن دوت تقدر تختار اللقطه الانيميشن اللي انت عايزه. بيوس ات اند هيقف لما يخلص، اللي يبدأ مع ستارت وينتهي مع اند. طيب دلوقتي هروح لإيه؟ هروح لأنيميشن هنا، أفعل نيبل سكريبت. خلينا حتى نتف ديت ونتف ديت. أنا قلت له نيبل سكريبت وهبدأ أشغل فيبدأ يتحرك معايا. طيب أنا مش هشغل، بس هدوس حرف الإم يبدأ يشغل معايا. هو منتظر أي أمر يجي، يا إما تقول له شغل فيشتغل الانيميشن عادي، او حرف الام اللي احنا حددناه يبدا العنصر تشتغل معايا.